طب معلش خليني انا عملت هنا جزء من حلقه الشيخ عصام عن مش حافظ المرازي بقى تصريح وزاره الخارجيه الامريكيه على انها صرفت حوالي 30 مليون دولار او 20 مليون دولار لاشاعه العلمانيه ومحاربه اتجاه الدين. انا نشرنا ده هنا وزعناه في قناتنا او في برنامجنا تحديدا مصر النهارده وجبناه من على صفحه وزاره الخارجيه الامريكيه. نعم. بس السؤال بقى بعيدا عن السيسي، سيبك من السيسي. المعركه ما بين الازهر وما بين الحاكم هي موجوده من ايام عبد الناصر. او يعني استفحلت من ايام عبد الناصر، بلاش موجوده من ايام، هي موجوده من زمان لكنها يعني استحكمت قوي ايام عبد الناصر. وانا وانت بيننا حوارات كثيره جدا حوالين المعارك التي دارت بين عبد الناصر والشيوخ او بعض الشيوخ الازهر اللي منهم مثلا احمد حسن انا اسف الباقوري. نعم الباقوري، احمد حسن الباقوري، وكيف نحى عبد الناصر ومنعه من الخروج من بيته 5 سنوات. نعم. السؤال عندما تعود الى فتره عبد الناصر بمفكرين بمعركة عبد الناصر مع الأزهر، بالمفكرين سلامة موسى ولويس عوض مع الأزهر، ما الفارق يا شيخ عصام ما بين الفترتين؟ حاكم بيحارب الأزهر اللي هو أو يعني غيران من الأزهر اللي هو عبد الناصر أو غيره يعني، كتاب لديهم مشكلة مع الأزهر، لويس عوض سلامة موسى وغيره من العلمانيين يعني، ما الفارق بين فترة عبد الناصر وفترة السيسي؟ الفارق ان عبد الناصر كان عنده مشروع، عنده رؤية، عنده اصحاب فكر تخدم على اتفق او اختلف مع الرؤية دي او المشروع، لكن في رؤية في مشروع. هو نفسه واحد بيتكلم في شوف خطوات عبد عن الاشتراكية، واحد بيقرأ لما تقرأ كتاب 72 شهرا مع عبد الناصر لفتح رضوان يتكلمك عن ثقافة عبد الناصر. صحيح متفقين انه ديكتاتور. صحيح لا صحيح صحيح، لا كان مثقف، مثقف بيقرا، واحد جاي بالحفناوي دكتور الحفناوي ناقشه في قناه السويس اللي هو يعني كاتب فيها كتب. فلا في فرق بين واحد مثقف قارئ مطلع عنده مشروع جنب الاستبداد. عبد الناصر بالمناسبه ظلال القران كل كتب سيد قطب طلعت في السجن باذن رسمي وطباعه رسميه، وممكن سيد قطب الكتابه في السجن اللي انت النهارده ما حدش بيمكن يعمل الرياضه بتاعته في يطلع من الزنزانه. فلا انت فارق بينك. لا بس كان عنده رقابه على ما يكتب دينيا، بس كان بيراقبه الشيخ الغزالي محمد الغزالي بس كل اللي عمله في النهايه بتطلع كتبك يا استاذ محمد، في النهايه بيخش لك ورق وقلم ويطلع الكتاب اللي انت بتتحاكم عنه بعد كده وتتشمي عشان هل صحيح انه الشيخ محمد الغزالي كان موجود تحديدا لمراقبه ما يكتبه الشيخ سيد قطب أو السيد سيد قطب بدليل أنه منع كتابات معينة لسيد قطب كتبها داخل المعتقل؟ لا هو الأستاذ سيد لما دخل السجن اتعزل من 54 ل 56 في الفترة الأولانية، وبعدين انتهى السجن التعزيل مش السجن، أنه فضل مسجون لحد 64، طلع في 10 سنين، قعد 10 سنين في السجن وطلع ثم اتسجن تاني 65. الفترة دي بعد 56 كان بيتعب يروح المستشفى، فعيسى البابي الحلب اللي بيطبع الظلال وكتب سيد قطب كان في عقد بينهم، التاخر في طباعه اضر، فرفع قضيه على مصلحه السجون مش على عبد الناصر. المحكمه القضايا الاداري ادته حق ان هو تدفع مصلحه السجون تعويض له او يمكن سيد قطب من الكتاب، فهم استخسروا القرشين يدفعوهم خلوا سيد يكتب الله يرحمه استاذ سيد، بس عشان يضايقوه جابوا خصم له قديم في الاخوان. الشيخ الغزالي كان مفصول من الاخوان في 53 وكان ضد الاستاذ سيد قطب، سيد قطب ضده، عينوه مراقب ديني على الظلال وعلى كل اللي كتبه سيد رحمه الله قبل الايه ان يخرج للطباعه. والشيخ الغزالي الاثنين كانوا قامات كبيره اهل علم، ما حذفش ولا حاجه الا صفحتين في تفسير سوره البروج الاستاذ سيد بيتكلم عن التعذيب، فالشيخ الغزالي قال لك طب ده تفسير. أول مرة أعدل لك يا شيخ عصام معلومة وخدها مني لأن أنا جايبها من رسالة الدكتوراه. أنكر الشيخ محمد الغزالي نكران تام أنه عين مراقب على سيد قطب، وذكر بالنص أنه كان مراقبا على كل المنشورات الدينية وليس على سيد قطب، وقال ده كلام تهريج ملوش أي معنى، أنا ما تعينتش على الشيخ سيد قطب.
الحاجة الثانية لم يحذف لسيد قطب إلا لفظ كان يكتب فيه أو كتب فيه سيد قطب كلمة اقتلوه اقتلوه، قال أنا حذفت بإيدي الجملتين دول أو الباراجراف ده فقط. لا غير فقرة عن التعذيب وقالت فقرة لو فقرة. أنا بقولك أنا عندي كلام الشيخ سيد الشيخ محمد الغزالي خلاص وهعرضه عليك عندنا. أنا أول مرة أعلي عليك. حلوة جدا، أنا مبسوط جدا إن أنا يا جماعة اللي في الكنترول هتقولنا شمع وورد لأن أنا معلي على الشيخ عصام. طيب خلينا فكرة تقطع خلي لا ده أنا عندي النص، ده أنا عندي سيادة الدكتوراه. يبقى هتال ده أنا هبعتها لك رسمي النهاردة قبل ما أنام. أنكر الشيخ الشيخ محمد الغزالي أن أنكر أن تماما أنه كان معين لمراقبة سيد أوزو. جديدا ما هو اللي كاتب تقرير ولاد حارتنا هو الغزالي برضه. ايوه لانه كان معين على مراقبه كل ما يكتب وله علاقه بالدين مش سيد قطب. لا طيب كل اللي بيكتب هو ناس معينه بيحددوها له. طيب وهو ذكر هو شال ايه لسيد قطب؟ قال كلمه اقتلوه اقتلوه خلاص؟ ما اعرفش بقى كلمه. وانت على رايك هو قال نفس اللي انت قلته من شويه، قال هم كانوا ورقتين اتعرضوا عليا فانا قلت حذفت منه باراجراف. على اي حال على اي حال هل كان عبد الناصر بيحترم الازهر؟ بصرف النظر عن نفسيتك في جواه دلوقتي، انا عارف انت في نفسيتك ايه عني، بس مش مهم. لا بس مش مهم، انت راجل فير وتعترف. هل كان عبد الناصر بيحترم الازهر؟ شوف لا مش مساله احترم الازهر، لا ما كانش بيحترم الازهر. الحقيقه الطريقه اللي اتكلم بيها عبد الناصر عن الازهر في كذا مره واضح فيها لا جواه نفسنا على الازهر وحقه. وبالمناسبه معظم العسكر كده يعني. أيوة. انا بستغرب بامانه للمشايخ الضلاليه اللي يقعدوا رواجوا الخير اجناد الارض بامانه الله. والله انا والله ما عندي مشكله الحديث يطلع صحيح ولا في البخاري ومسلم، بس الحديث ضعيف وعمالين يزيطوا بيه. واكثر مكانين تسمع فيهم سب الدين وشتيمه بالامه في العرب الجيش والشرطه. طب اماره ايه اجناد الارض؟ يخرب بيت الدماغه يعني، انا اسف في اللفظ يعني. وكل واحد يقول لك اجناد الارض عند مبني يجي له عند التجنيد يدور على وسط عشان الواد يطلع بروك، يدور على وسط عشان يروح حته كويسه مرتاحه. يدور اذا كان مجبر، انما لو قدر يطلقوا صوريا يقول لك يطلق على الورق ويرجعوا عرفي عشان الواد ما يخشش الجيش. او يقول لك ابني الحمد لله وحيد مش هخش الجيش اصلا. لا عشان يبقى مطلق من الام وحيد الام، وممكن يبقى الاب متجوز واحده ثانيه. ايوه ايوه وحيد الام. تمام. يعني لا كميه التناقض مش عند الناس بس وعند المشايخ. طب اماره ايه ده؟ انت ما حدش ذل المشايخ والعلماء الا الحكم العسكري واولهم عبد الناصر. طيب خدها واحده واحده كده. اتفضل. سنه 56 54 و56 عبد الناصر لغى المحاكم الشرعيه بايه؟ بتهمه لشيخين في القضاء الشرعي متلفقه ان نسوان اللي هي رشوه جنسيه. ايوه المحكمه تؤمر بايه؟ تقول لك ايه؟ ضبط الشيخين واخلاء سبيل المرأتين. طب ما هي التهمه تثبت ازاي اذا الستين بريئتين؟ طيب ثم الغاء القضاء الشرعي. طب يعني النهارده لو في كام عسكري في المخابرات الحربيه خانوا باعوا وصل لاسرائيل هتلغي المخابرات الحربيه؟ لا. طيب بعد كام سنه بعد ما تلغي القضاء الشرعي التقرير الطبي يقول ايه؟ الشيخين ما لهمش في النسوان خالص. وتطلع في حته صغيره بعد ما طلعت بقى ايه؟ المنشط الكبير والعريض وبتاع عشان تمهيد الغاء الصوار الضباط الاحرار كانوا بيجتمعوا في بيت الشيخ محمد الاودن وعلماء الازهر، اول ناس اهانوها شيوخ الازهر اللي كانوا واقفين معاهم. فمش حاله ولا اثنين ولا ثلاثه. لا وانت قلت لي قبل كده او يعني مع ثابت تاريخيا يعني انه كمان نقل الاوقاف الاسلاميه من مكان الى مكان عشان يمنع الازهر منه يستفيد منها. صدرها خدها ورجع اوقاف المسيحيين والاوقاف الاسلاميه. لا لان ده مصدر قوة المشيخة. طيب انت جبت سيرة المسيحيين دلوقتي. انا لاحظت انه هناك تقدير للكنيسة المصرية وعلى رأسها البابا تودروس، ولكن هناك إهانة متعمدة كما يقول مركز مالكوم كير. هناك حملات ممنهجة ومقصودة للنيل من الأزهر. الآن انت تذكرنا بفكرة ان الأوقاف الإسلامية صادرها عبد الناصر بعد ما كانت مع الأزهر، صادرها ليحرم الأزهر منها، بينما رد الأوقاف المسيحية الى الكنيسة. السؤال الآن، أنت تعلم وأنا أعلم وكثير من المشاهدين يعلمون أن الحكم العسكري يكره من ينافسه. نعم. فهل معنى المواقف الأخيرة اللي ذكرناها خاصة بالكنيسة والأزهر معناها أن الأزهر
لازال يمثل تهديد للحكم العسكري، بينما الكنيسة متصالحة مع أي حكم، أي حكم عسكري. الحكم العسكري لا يحب الكنيسة برضه بالمناسبة، هو بس فقط بيختلف معاه من بابا لبابا. وإلا السادات عمل إيه مع البابا شنودة لما حس التهديد منه؟ واضحة قوي يعني. عبد الناصر نفسه أيام الثورة بالمناسبة في حادثة مشهورة، بس العسكر ما حبش لأنه كان مشغول بالإخوان وحزب الوفد، فالكنيسة بالنسبة له بسيطة وقتها. الأنبا يوساب الأول سنة 53 أيوة اتعملت عليه انقلاب من مين؟ البابا شنودة بالمناسبة. الناس اللي تقول لك المشايخ وسيد قطب وفلان والإخوان الإيرانيين، طب ما أنت عندك حادثة واحد كان تنظيم مسلح وخطب بابا، بابا حالي كان خاطب بابا سابق، كان بابا شنودة. أيوة. كان رئيس النظير جيد وقتها تنظيم الأمة القبطية. أيوة. دايما يلفقوا للإسلاميين تنظيمات العنف وسايب التنظيمات الأخرى. فوقتها كان اللي في إيده السلطة محمد نجيب عبد الناصر قالوا بلاش نفتح باب معاهم ونلم الموضوع، وتلم الموضوع وخلاص وسابوهم وما حكموش الشباب دول اللي هو إبراهيم هلال المحامي المعروف ونظير جيد اللي هو الاسم العلماني للبابا شنودة قبل أن يكون بابا في الاسم الديني يعني. إذن لا برضو السلطة، ولذلك ليه بقول لك ما بتحبش الكنيسة ولا المسيحيين؟ بص خدها قاعدة، هات لي في المجلس العسكري قيادة واحدة مسيحية، فيش. انسى انسى وزير حربية مسيحي، انسى. يوجع دماغ اللي خلفونا احنا بالمواطنة وما موقف الإسلام من المواطنة، والمسيحيين نفس الحالة والأقباط والكنيسة، وما يقدرش يفتح بقه على الحكم العسكري يقول له طب أنا أين حصتي؟ يناقشوك في الكرة والفن، ليه ما فيش فنان مسيحي؟ ليه ما فيش ناس يقول لك ما فيش شيخ أزهر مسيحي ليه؟ بس ما يقدرش يقول لك ليه مش معين وزير داخلية مسيحي؟ ليه ما فيش وزير حربية مسيحي؟ المجلس العسكري ما فيش. مش بقول ده بدعو إن يتحمل ده، بس بقول لك مسألة إن بيحب ويكره، لا العسكر في مصلحة. بدليل أحداث ماسبيرو، هرس زي ما هرس المسلمين. المسألة عنده مش مسألة دين أبداً، انسى الحكاية دي. العسكر في الحكم العسكر تحديداً يهمه الكرسي. ابعد عن الكرسي وكل عيش.